والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واهتدى بهداه وبعد. فلقد بدأنا نقرأ اللقاء المنصرم حول أسباب الغسل أو باب الغسل، وبدأ شيخنا في حديثه عن باب الغسل بأسباب موجباته على الرجل، ثم ثنى ببيان موجباته على المرأة، فقال: يجب على الرجل، يجب أي الغسل، فعل يجب فيه الغسل، يجب أي يجب الغسل على الرجل من خروج المني. نمرة اثنين: ومن الجماع أو الإيلاج، أيا كان الذي أولج فيه، ولو وأيا كان المولج حتى ولو كان صغيرين، قال في ذلك: أو صغيرا في صغيرته، فيغتسلان الصغير والصغيرة. وهذا مشكل، لكن لا نقف معه طويلا، على أساس أن الأحكام الشرعية لا يخاطب بها إلا البالغون، والصبي والصبية ليستا كذلك، مما يدل على أن الغسل الواجب في هذه الحالة للتنظف ولإزالة القذر. أسباب الغسل من جانب المرأة: إن خرج منها منيها، لقول المرأة لسيدنا محمد رسول الله: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. والاحتلام خروج المني مناما، وقد يخرج يقظة. السبب الثاني: ومن الإيلاج في قبلها أو دبرها، أيا كان الذي أولج. نمرة ثلاثة: ومن الحيض والنباس بعد ذلك، وخروج الولد جافا، يعني بيفترض الشارح ابن النقيب ان المرأة ولدت بلا نفاس، ويقول في امرأة ولدت بلا نفاس فسميت ذات الجفوف او الجفاف يعني، فوجب الغسل بمجرد الولادة، فكأن الولادة سبب قائم مستقل بذاته لوجوب الغسل. أو إلى ذلك: إذا تبع الولادة نفاس، يبقى الغسل يجب لا من الولادة، لأن وجوبه من الولادة ليس له أحد، لأنها ممنوعة من مباشرة العبادات إذا نزل النفاس، فتنتظر بالغسل إذا انقطع دم النفاس ثم تغتسل بعد ذلك. وإنما يتعلق الغسل بتغييب جميع الحشفات. حكم الشرع الثاني: يغلق رجل نائم، سواء كان نائما وحده في هذا المكان أو نائما مع غيره، مش نائم مع غيره يعني مجتمعين مع بعض، لا، يعني ده نايم في مكانه وده نايم في مكان، وضمهما غرفة واحدة، استيقظ واحد منهما فوجد بمنيه ثوبا أو بفراشه، ولم يذكر احتلاما، ولم يذكر إيه؟ والفرض أنه لم يذكر احتلاما، فماذا عليه؟
وكان موجود معاه مع من يمكن كونه منه، اللي نام معاه يمكن أن يكون هذا المني منه. إنما لو ناوم مع صبي ذات السنة أو السنتين يبقى لا يمكن أن يكون هذا المني من هذا الصبي، وإنما لا يحتمل إلا أن يكون من هذا الذي رآه في فراشه أو في ثوبه، أي مع من يمكن كونه منه. ندب لهما للاثنين، للذي رأى وللذي لم يرى، ندب لهما الغسل، ولا يجب ولا يقتدي أحدهما بالآخر، يعني ما يقلدش الواحد منهم الثاني، يعني ما شافش الثاني اغتسل فراح يغتسل، شاف الثاني ما اغتسلش ما يغتسلش، لا، لكل واحد أن يفعل الرأي الذي يقذفه الله في قلبه. هذا معنى ولا يقتدي أحدهما بالآخر. فإن لم يدم فيه غيره، يعني كان هو الوحد اللي موجود في هذا المكان، لزم الغسل هذا الذي وجد وحده في هذا المكان. ماشي ولا مش ماشي؟ احنا في احتمالات لمن استيقظ وراى في ثوبه منيا او في فراشه. غيره موجود معاه ولا هو الوحد في هذا المكان؟ غيره موجود معاه. اللي موجود معاه يمكن ان يتاتى منه هذا الامر ولا لا يمكن ان يتاتى منه هذا الامر؟ لا يمكن ان يتاتى، لا يمكن ان يكون منه هذا الامر. يبقى يلتحق بما اذا نام وحده، واذا نام وحده وجب الغسل عليه، فكذلك يجب الغسل عليه اذا نام معه غيره وكان غيره لا يتاتى منه هذا الامر. كلام واضح؟ أما إذا وجد معه مع من يمكن أن يكون هذا الأمر منه، يبقى سيدنا الشيخ ابن نقيب قال: الغسل بالنسبة للاثنين مندوبا وليس واجبا. ومما قال أيضا إن ما يكونش أحدهما إمعة للآخر، يفعل الفعل الذي يفعله الآخر. لا، يفعل الفعل الذي يقتنع به هو، هذا معنى ولا يختلي احدهما بالاخر. ويجب اعاده كل صلاه لا يحتمل حدوث المني بعدها. اعاده كل صلاه لا يحتمل حدوث المني بعدها، لكن يندب اعاده ما امكن كون الصلاه بعد حدوث هذا المني. ويجب إعادة كل صلاة، يعني هو بيفترض أن الذي رأى المني في ثوبه أو في فراشه صلى دون اغتسال، صلى دون اغتسال، يعيد ولا لا يعيد؟ هذه الفرضية اللي بيتكلم عنها ابن النقيب في عمدة السالك وعدة الناس. بعد ما عرفنا الفرضية وتوجيه الكلام نقرأ: ويجب إعادة كل صلاة لا يحتمل حدوث المني بعدها، لأن نقول المني لا يحتمل بعد هذه الصلاة دل على أن المني كان موجودا وقت أن رآه، وما فيش أي سبيل أو أي ظن لشيء آخر إلا هذا المني الذي رآه في ثوبه أو في فراشه، يعني أنه أجنب منذ أن رأى هذا المني، وبما أنه أجنب يعني لا تصح منه العبادات التي اشترط الشرع لها الطهارة. ولو جمعت في قبلها فاغتسلت، يتكلم عن المرأة الآن، ولو جمعت في قبلها فاغتسلت وأثناء الاغتسال خرج منها بعض مني هذا الذي جامعها، لزمها غسل آخر بشرطين اثنين: واحد، أن تكون ذات شهوة لا صغيرة،
نمرة 2 أن تكون قضت شهوتها وليست نائمة أو مكرهة. علامات معرفة كون هذا الخارج منيا أو مذيا أو وديا. القراءة اللي هنقرأها بعد ذلك، إيه العلامات التي إن وجد واحد منها كان هذا الخارج منيا، وإن لم يوجد أي واحد منها كان هذا الخارج غير مني. نقرأ ويعرف، يعني ممكن نعمل هذه العبارة، علامات المني أو علامات معرفة المني. ويعرف المني بتدفق بتتابع أو تلزز أو ريح كريح الطلع أو ريح كريح العجين إذا كان العجين رطبا، أو ريح كريح البياض إذا كان رطبا هو المني، أو ريح بياض بيض إذا كان جافا. إذا كان اسم كان يعود على مين؟ على المني في الأولى وفي الثانية. يلا بسرعة. فمتى وجد واحد من العلامات السابقة؟ العلامة الأولى كيفية الخروج، خرج بتدفق ولا من غير تدفق؟ يبقى بتدفق، يبقى من له ريح كريح الطلع، خرج بتلزز له ريح كريح العجين، له ريح كريح بياض البيض. يبقى وحكمنا على أن الخارج مني كان ذلك موجبا للغسل. ومتى فقدت كل هذه العلامات لم يكن الخارج منيا، ولا يشترط البياض والثخانة في مني الرجل، ولا الصفرة والرقة في مني المرأة. حكم الاغتسال من الخارج إذا كان الخارج مذيا أو وديا، هل يجب الاغتسال ولا لا يجب؟ نقرأ. ولا غسل في مذي. وما هو المذي؟ ماء أبيض رقيق لزج يخرج بلا شهوة. عند التفكير في أمر النساء، بس الشيخ ما قالش عند التفكير، قال عند الملاعبة. احنا قسنا عليها. شوف الواد اللي بيضحك ده، تضحك ليه وانا؟ وريني الواد اللي بيحط موسم. انت بتضحك ليه؟ يبقى يا سيدي من ثاني. ولا غسل في مذيم، وهو ماء ابيض رقيق. ابيض ده من نوع من الصرف، ولذلك لم ينور كده. وماء ابيض رقيق، وصرفت التي بعدها لان ما فيش بها عله تمنعها من الصرف. وماء ابيض رقيق لزج يخرج بلا شهوه عند، زي ما قلت لي، التفكير في امر النساء سواء كان تفكيرا والمرأة موجودا معك مباشرة وأنت تلاعبها، هل بكرا تلاعبها عند الملاعبة؟ فسيدنا الشيخ واخذ اللفظ من حديث سيدنا النبي، هل بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ احنا بنقول عند الملاعبة، ماشي العرف، انما اللفظ الشرعي الملاعبة اللي وارد في حديث سيدنا النبي. وسواء كانت المرأة غائبة عنك وأنت سرح مخك فيها وذهنك فيها، أو في مطلق امرأة، أو نظرت وأنت تسير في الشارع عياذا بالله من النظرة المسمومة، فأعقب النظر خروج مذي. يرضى وقال لك لا غسل لا نافية للجنس تعمل عمل إما ترفع الاسم ولا غسل الخبر، أي مشروع، أو ولا غسل واجب. أيها النحاة، لام ولا تحل مناص، لام ولا تعمل عمل إما ترفع الاسم وتنصب الخبر، ولا غسل، الغسل ده اسمه. وأظن المتعمق في اللغة العربية يعرف ثمانية أوجه في لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هي لا حول ولا قوة، ولا لا حول ولا قوة، ولا لا حول ولا قوة،
ولا لحول لوحدها ولا قوة لوحدها، كل ذلك زخرت به كتب اللغة. ليس لنا أن نقف طويلا بقدر ما نستنبط الأحكام الشرعية، وإن كان استنباط الأحكام الشرعية يتوقف على معرفة اللغة العربية، مش كده؟ والتي وجه وهو ماء أبيض كبير ثخين يخرج عقب البر. خلاص حكم شرعي عرفناه، ان المذي والودي لا يجب الغسل من واحد منهما، وانما يجب غسل الموضع الذي خرج منه هذا الامر والوضوء. والوضوء واظن ده معروف من حديث سيدنا علي بن ابي طالب حينما قال: كنت رجلا مزاء فاستحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته منه. تمسي وانت متجوز بنتي فما سألوش، فأرسل واحد أو همس بأذن واحد ليسأل نيابة عنه، فسأل، فسيدنا النبي قال للسائل: اغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة. والمزي والودي لا يوجبان الغسل وإنما يوجبان الغسل. حكم شرعي الآن: شككت في أن الخارج منك مزي أو مني، إذا تخيرت بين جعله أحدهما، إن شئت جعلته منيا واغتسلت، وإن شئت ودي حكم إيه؟ شك. إنما إذا تيقنت بأنه مزي لا يجب الغسل، إذا تيقنت أنه مني وجب الغسل. لما نتكلم عن حالة الشاك، لو متحير مش عارف يحكم على الذي خرج منه، فإن شك هل الخارج منه مني أو مزي تخير وغسل ما أصاب. أفتز سيدنا الشيخ يا بالحكم اللي احنا تعجبنا بقوله: ظنين بشيخنا ظن السوء فنخشى ألا نكون قوما بورا، فنخشى أن نكون قوما بورا. يعني سبقنا الأحداث وعملنا عالم على من علمه العلماء وجبنا الوضوء، جسدنا شيخه وقال: وغسل ما أصاب بدنه وثوبه منه وتوضأ ولا يغتسل. ما يحرم على المحدث حدثا أكبر. الدرس اللي فات خدنا ما يحرم بالحدث الأصغر، النهارده سنضم المحرمات بالحدث الأصغر وتحرم كذلك بالحدث الأكبر، ثم نضم إليها أشياء أخرى يحرمها الحدث الأكبر بالإضافة إلى ما حرم بالحدث الأصغر. ما يحرم على الجنوب فعله. أظن إن إحنا لنا أن نغير اللفظ ونقول: ما يحرم على المحدث فعله. ليه؟ لأنه أعم من ما يحرم على الجنوب فعله، لأن ذلك يتناول الرجل فقط وكذلك المرأة، لأن المرأة تجنب كما يجنب الرجل، بس في أسباب تانية للمرأة لا تدخل تحت العنوان، وكونها محدثة حدثا أكبر بحيض أو نفاس، يبقى العنوان اللي يضم الأسباب كلها السابقة ما يحرم على المحدث حدثا أكبر. كده يا شيخنا السوري معي؟ ما يحرم على المحدث حدثا أكبر. ويحرم بالجنابة ما حرم بالحدث. كلمة الحدث عند إطلاقه يشمل الحدث الأصغر، وإذا أريد به الأكبر قيد، وكلمة الجنب يبقى طبعا تنطبق على الحدث الأكبر فقط. ويحرم الجنابة ما حرم بالحدث أي الأصغر، وكذا يعني بالإضافة إلى ما حرم سابقا يحرم اللبث يعني الإقامة في المسجد، اللبث في المسجد، وهذا المكان مسجد
بالإضافة إلى أنه مكان لدرس العلم بدليل إقامة الصلوات فيه. فمن كان أحدكم جنبا أثناء الاستماع لدرس العلم فيمشي من هنا، لأن يحرم على الجنوب أن يمكث في بيت الله عز وجل وهو كذلك. فهمت الكلام؟ يبقى يحرم. وكذا اللبث في المسجد نمرة التأمين قراءة القرآن، وليس بلازم أن تقرأ القرآن من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة الناس لكي يحرم عليك ذلك. إذا أطلق الكل وأراد البعض، أطلق الكل وأراد الإيه؟ ولذلك قال ولو بعض آية، مش آية واحدة بس، مع بعض كلمتين من آية بس يكون نظمهم نظم القرآن. ولو قرأتهما لتذكر المستمع الآية التي اشتملت على هذين اللفظين أو هاتين الكلمتين، حرام عليك. ولو بعض آية، ولو بعض آية، فيحرم عليك أن تقول الرحمن وأنت تقصد به آية الفتحة الرحمن الرحيم. إيه رأيك إذا قصدتها قرآنا؟ لأنها بعض آية من آيات السبع المساجد. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، يحرم عليك أن تقول الرحمن عند انتوائك للرحمن لأنها قرآن إذا كنت جنبا. رأيت هذا الكلام؟ يحرم وقراءة القرآن والبعض آية، لكن إذا كنت تركب دابتك أو سيارتك وتقرأ الذكر الوارد لمن سخرت له نعمة الله وذللت، وقلت الذكر الوارد في سورة الزخرف سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، ونويت إحياء سن سيدنا النبي بشأن من يركب دابة أو وسيلة مواصلات سواء كانت عامة أو خاصة، ولم تقصد بقراءتها القرآن. ويباح أذكاره أي أذكار القرآن لا بقصد القرآن، فإن قصد القرآن كان عاصيا، أو قصد الذكر فلا شيء، أو ليس لهم قصد لا قرآن ولا ذكر يبقى لا شيء. جاز السورتين الأخيرتين من عند ثلاث سور، سورة محرمة وسورتان مباحتان. سورة محرمة إن قرأت الذكر بقصد أنه قرآن، السورتان المباحتان إذا قرأت الذكر بقصد كونه ذكرى أو لا قصد لك، أو لا قصد لك. يلا كيفية الغسل، يبدأ المغتسل بالتسمية مندوبة ثم بإزالة القدر، وطبعا ثم بإزالة قدر، ثم بإزالة قدر، وبعدين يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يفيض الماء على رأسه سلاسا، يبدأ برفع رأسه برفع الحدث الأكبر عن رأسه ناويا بذلك رفع كيفية النية للحدث الأكبر، يرفع نية ينوي رفع الجناب إذا كان رجل أو امرأة، أو نية أو تنوي المرأة نية رفع الحيض، أو ينوي الذكر والأنثى نية استباحة الصلاة لأن الصلاة محرمة عليه بهذا الحدث الأكبر. وبعدين ويخلل شعره، يعني شعر رأسه، وأظن أن هذا التخليل واجب بغض النظر عن كون شعره كثيفا او غير كثيف، ثم بعد ان يفعل ذلك يغسل شقه او يفيض الماء على شقه الايمن ثلاث مرات، ثم يفيض الماء على شقه الايسر ثلاث مرات، ويتعهد المعاطف والانحناءات والالتواءات وعقد الاصابع ويدلك جسده. طب يغتسل يمشي ايده على جسده اثناء هطول
المياه على هذه المواطن من الجسد. ذلك مسنون، ذلك مسنون، لكنه يبدو أنه واجب عند المالكية. واجب وضوءا كان أو غسلا. طيب المرأة تعمل إيه؟ تتبع أثر الدم فرصة مسك، فإن لم تجد المسك فطيبا غير المسك، فإن لم تجد الطيب غير المسك فطين، فإن لم تجد الطين كفى أن تتبع أثر الدم بالماء. ذلك الذي مر في كيفية الغسل شاملا المندوبات والواجبات. بعد ما اتكلم عن الواجبات والمندوبات في كيفية الغسل، أراد أن يبين لنا أن المجزئ من ذلك ما توافر فيه أمران، وما زاد على هذين الأمرين كان أمرا مسنونا إن وجد، فالحمد لله وحده، وإن لم يوجد فقد أجزأك غسلك وأصبت الشرع. ذلك مأخوذ من قوله والواجب منه شيئان، والواجب منه يعني مما سبق في كيفية الغسل شيئان. الشيء الأول النية، لقول سيدنا محمد رسول الله إنما الأعمال بالنيات. النية إمتى؟ عند أول غسل مفروض، أول ما يبدأ يغسل أي أول جزء في بدنه يبقى لابد أن تكون النية موجودة عند ذلك. ويعمم شعره وبشره بالماء حتى ولو لم يكن مخدونا، يعمم الماء ما تحت الكلفة. الكلفة دي اللي موجودة في غير المخدون، لما المخدون بتقطع منه هذه الكلفة، الخلفة بالقاف وليس الكاف. وما يبقى المرأة تغسل ماء أو تعمم الماء من فرجها الذي يظهر من فرجها إذا قعدت حينما تقضي لحاجتها، لأن في أشياء تظهر عند القعود وتختفي عند القيام، فما يظهر من المرأة عند القعود يجب عليه أن تغسله بالماء. طيب الرجل بدأ يغتسل وأثناء الغسل أحدث في أثنائه، تمم وليس استأنف. الله صح كده؟ وده كلام شيخنا، ولا نستطيع أن نخالفه البتة. إنما احنا زي القطر اللي بيمشي على الشريط بالضام، وضمان السكك الحديدية. فالقطر لو ساب القضيب هيخرب ويبع ويطلق ويعمل حوادث. احنا برضه لو سيبنا الكتاب سنضل وسنضل وسنزل ونزل ونختل ونختل. فهمت الكلام؟ ولذلك توقفت عندما قال سيدنا الشيخ ابن لطيف اللي على صورة المسألة، انت بتغتسل من حدث سابق أكبر أحدثت أثناء اغتسالك ولما تفرغ منه بعده، ما تستأنفش الغسل من جديد، وإنما تبني على ما كان منك قبل ذلك. العبارة حتى لا يكون عندنا شك فيما يقال مرة أخرى، ولو شرع أي في الغسل ثم أحدث في أثنائه تمم. تمم يعني تمم هذا الغسل الذي بدأ فيه، ولا يكون مطلوبا منه أن يبدأ غسلا من جديد نظرا لهذا الحدث الذي كان منه أثناء الاغتسال. يلا ولو تلبد شعره، تلبد يعني مسك في بعض شعر كبير وكثيف وسيب من غير غسيل، فالشعر انضم بعضه إلى بعض تلبد، وجب نخله
عجب فك وتسريع، ويفضل اشتباك القائم بين الشعر. الحمد لله ما فيش عندنا اشتباك، ومفضوض بنفسه. ولو تنبل شعره وجب نقضه امتى؟ ان لم يصل الماء الى باطنه الا بالنقض، فان وصل الماء الى الباطن من غير نقض كان النقض غير واجب. واضح الكلام. ومن عليه نجاسته، حدث حدث اكبر وعليك ايه؟ خبث. الطهاره رفع حدث وازاله خبث. فعلى ثوبك او بدنك خبث، وعلى جميع بدنك حدث. تفهم الكلام ده؟ لان بدنك وانت محدث حدث اكبر. على بدنك كله حدث اكبر، وفي بعض بدنك موضع عليه خبث. عليه خبث يعني نجاسه. باب من عليه نجاسه يغسلها. ولما يصل هذا الموضع الذي تخبث، الله تخبث، لاشتقاقات اللغه العربيه، الذي تخبث يعني الذي عليه خبث، يعني الذي عليه نجاسه. إذا غسل الموضع الذي تخبث وأصبح طاهرا بعد تخبثه، يغسل عليه، يجري عليه المية مرة ثانية علشان يرفع عنه الحدث الأكبر، ولا تكفيه الغسلة الأولى لإزالة الخبث؟ عرفت الكلام؟ ماشي. ومن عليه نجاسة يغسلها ثم يغتسل ويكفي لهما. لهما المين؟ لهذا الموضع من البدن اللي اجتمع فيه امران، حدث ونجس. نحن اتفقنا ان بدنك كله عليه حدث، بس الحدث الاكبر بيشمل البدن كله، والحدث الاصغر بيشمل مواضع منه وهي مواضع الوضوء. فالحدث جعل الاكبر جعل بدنك كله محدثا. وجد خبث على جزء من هذا البدن المحدث حدثا اكبر، فانت غسلت هذا الجزء وازلت عنه اذى الخبث. هل يلزم غسله مره ثانيه لرفع الحدث الاكبر عليه؟ وجد وجهان في المذهب الشافعي، الاصح تكفيه الغسله الاولى، وان لم تصل اليه ماء الغسل اثناء الاغتسال ليس ثمة حرج. مقابل الأصح بلك لا، يجري عليه الماء مرتين، مرة لإزالة الخبث وأخرى لرفع الحدث. نبرة ثانية بسرعة. ومن عليه نجاسة يغسلها ثم يغتسل ويكفي لهما غسلة في الأصح. ولو كان على المرأة أكثر من حدث، ومش العبارة مش أكثر من حدث، هو حدث واحد لكن تعددت أسبابه، مش كده؟ تعددت موجباته. كان عليها غسل جنابة وعليها غسل حيض، فاغتسلت عن الجنابة ولم تقرن مع نيتها الغسل للحيض، فهل تغتسل مرة ثانية للحيض؟ لا، يكفيها الغسل بالنية الأولى. واضح يا ولدي؟ إيه اللي وضع عندك؟ إذا أنت مصحصح في المسائل دي، أنت اللب الذي واضح عندك. اشرح العبارة. ولو كان عليها غسل جنابة وغسل حيض فاغتسلت لأحدهما كفى عنهما. إيش وضح المراد من العبارة دي؟ يلا بسرعة. أنت بص لنا، ماليش دعوة باللي خلفك، أنت يا ولد. أيوه. وأنت بتفهم إن أنت على بعد 50,000 سنة؟ إمتى يا ابني من أول مرة المقصود؟ قل. اقرأ العبارة يا ولدي، اقرأ. علي صوتك. ولو كان عليها غسل جنابة
ايه معنى العبارة دي؟ احنا مش عايزين نقعد مع الاستاذ كده اي كلام، ما ينفعش، لابد من الفائدة. معنى العبارة يا ولدي انت، يعني المرأة اذا جنبت، اسمع اخاك، المرأة اذا جنبت اي جنبت او اجنبت او حاضت في نفس الوقت، الله، يعني يسيه غسلة واحدة بنيتين، يعني بنية الجنابة وبنية ما فيش داعي للنيتين، لو نية واحدة بس، لو ناوت نية الجنابة، رفع الجنابة ولم تنوي الغسل الحيض، أو نوت الغسل الحيض دون أن تنوي رفع الجنابة، كفتها هذه النية. ها؟ يبقى كان فهمك مشوش، بس كويس إنك الذي أنطقك الله عز وجل. تفهمون أيها الحبايب الرافدون الأجمعون؟ سمعتم ما قاله أخوكم؟ مرة أخرى فرض القراءة اللي إحنا بنقراها، الجو العام للمعنى العام للنص، إن اجتمع أكثر من سبب للغسل عند المرأة. كانت مجنبة ثم انتظرت بالغسل من الجنابة إلى أن حاضت، على اعتبار إن الفاصل بين السببين ما كانش طويل عشان العقل يمشي الكلام ده، لأن لو كان طويل ازاي ما تغتسلش وعليها صلاة والصلاة بتيجي، ولا يصح لها أن تقرب الصلاة إلا وهي طاهرة، مش كده؟ فالفرض المسألة بيفترض أن الفاصل بين الجنابة وبين الحيض ليس فيه وقت يسع وجوب صلاة، ليس فيه وقت يسع وجوب صلاة، وإلا لو كان يسع وجوب صلاة وجب عليك الغسل لجنابة لهذه الصلاة. ها؟ إنما ليس بين الأمرين وقت يسع وجوب صلاة، فجاءها الحيض قبل أن ينادى، يعني هي أجنبت الساعة 1 ظهرا وانتظرت بالغسل حتى نودي لصلاة العصر، جاءت تغتسل جاءها الحيض أو فاجأها الحيض أو فاجأها قبل العصر بثواني. حضرتك تقول لك يا معلم تغتسل ازاي؟ مفيش فايده من الاغتسال. فظلت على غير غسل الى ان انقطع دم الحيض. والفرض انه سبق الحيض سبب اخر موجب للغسل والجنابه. فلما يرتفع دم الحيض عنها تغتسل غسلين، غسل الجنابه وغسل الحيض، ولا يكفيها غسل واحد عن أي واحد من هذين الأمرين. جاءت كلمات شيخنا رافعة الستار ومزيلة للغبار عن حكم هذا الكلام، وبان لو اغتسلت بنية الجنابة فقط كان ذلك كافيا لرفع حدثها عن هذين السببين. هو الأولى أن تجمع في نيتها بين السببين، لكن أفردت أحدهما بالنية ولم تذكر الآخر. أفردت الجنابة بنيتها ولم يجري للحيض ذكر على لسانها، أو العكس، أفردت الحيض في نيتها ولم يجد للجنابة ذكر على لسانها، خلاص أصبحت طاهرا ولا تكلف غسل آخر، وإنما كفاها الغسل الأول وإن لم تنوي الآخر، كما فهم أخونا فهما على غير وجه. العبارة الثانية يا ولد، ولو كان عليها غسل جنابة وغسل حيض فاغتسلت لأحدهما، يعني نوت أحد، بمعنى فاغتسلت لأحدهما، يعني نوت أحدهما، كفى هذا الغسل عن هذين
الأمرين اللي هو الجنابة والتنشيط. ومن اغتسل مرة واحدة يوم الجمعة الغسل من جمعة مندوب، لكنك متزوج فجمعت زوجتك ليلة الجمعة أو بعد فجر الجمعة فأصبح عندك غسلين، غسل واجب وغسل مندوب، أنت اغتسلت غسل واحد. ومن اغتسل مرة واحدة بنية، شوف النية جابها هنا اهو، انما هناك ما جابش، جاب نية واحدة بس. ومن اغتسل مرة واحدة بنية جنابة وجمعة حصلا يبقى غسل واحد وبنيتين، غسل واحد بنيتين. طيب يا سيدي، غسل واحد بنية أحدهما، حصل الغسل الذي نواه أيا كان الذي نواه، إذا نوى الفرض حصل غسل الفرض دون غسل السنة، وإذا نوى السنة حصل غسل السنة دون الفرض. وأظن أن ذلك بعيد، حيث إن استفادته لغسل السنة حين نيتي أو حين اقتصار نيتي عليه لا يفيد، لأن الغسل الواجب لما يرتفع بعده. أنت فيه في الاعتراض ده؟ من تالي أنت ماشي معنا مولانا؟ يقول لك: ومن اغتسل مرة واحدة بنية جنابة وجمعة حصلا. الفعل واحد ووجد النيتان زي ما تنوي السنة الراتبة مع تحية المسجد في ركعتين اثنتين فقط، حصلت السنة الراتبة وحصلت تحية المسجد. مش كده؟ برضه هنا انت عارف غسل واجب وغسل مندوب، نوتهما في غسل واحد حصلتهما وتحقق لك. هذا الفرض الاولاني. الفرض الثاني: نويت الغسل للجمعه فقط حصلت ثوابا ولكنك ما زلت جنبا، ما خدت ثواب السنه. يا سلام، خدت ثواب السنه تؤجر، بس الاجر هينفعك والجنابه لسه موجوده، ووجود الجنابه هتمنعك من فعل الفرض اللي هو صلاه الجمعه، مش كده؟ يبقى السوره الثالثه: نويت الغسل المفروض ولم تنوي معه الغسل المسنون، حصل لك الغسل الواجب ولم تأخذ ثواب الغسل المسنون لأنه لم يحصل لك، لأنك لم تنوي وإنما الأعمال بالنيات. ده مفاد ما يقوله شيخنا ابن النقيب: ومن اغتسل مرة واحدة بنية جنابة وجمعة حصل، أو بنية أحدهم حصل دون الآخر. فصل: الأغسال المسنونة بسرعة، نمر عليها بسرعة. يقرأ كده بسرعة يا ابن بسرعة. يسن غسل جمعة وعيدين. يسن غسل جمعة ولا غسل الجمعة؟ غسل جمعة. أنت عندك مذكرة؟ ولا في ألف ولام في الجمعة؟ مفيش ألف ولام. لا، أنا عندي ألف ولام، وخليها الجمعة أولى من جمعة. يسن غسل الجمعة. ولا عيدين. عندك في العيدين الألف واللام، وعيدين برضه. طب يلا. وعيدين. وعيدين وكسوفين. الله الله الله. ومن غسل الميت. ومن غسل الميت. يعني إذا غسلت ميتا يسن لك أن تغتسل أنت بعد ذلك، نمرة اثنين. أو من حالات الغسل المسنون. والمجنون. ولمجنون ومغمى عليه إذا أفاق. طيب. وللإحرام ودخول مكة المشرفة
وعدنا الله واياكم اياها. قولوا امين. يلا وللوقوف. وللوقوف بعرفه وبالمشعر الحرام. نعم. وبالمشعر الحرام. عندك كده وبالمشعر الحرام؟ نعم. لان عندي وللوقوف بعرفه فقط. اسكت يا والد استنى. ده بعدها بشرط. وللطواف والسعي ولدخول مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالمشعر الحرام. عندك عندك ولا؟ طيب يلا اتفضل يلا. وثلاثة لرمي الجمال أيام التشريق. إزاي الثلاثة؟ سلوا غسلوا. ثلاثة. اسكت أنت. وثلاثة أغسال في ثلاثة كل غسل في كل يوم من أيام التشريق. اليوم الحادي عشر تغتسل عند رمي الواحد والعشرين حصاة. اليوم الثاني عشر تغتسل في بداية رميك للواحد والعشرين حصاة. أنت ستتم. فمن تأخر ومن تأخر فلا إثم عليه. وفي اليوم الثالث عشر تغتسل الغسل الثالث عند رميك للواحد والعشرين حصاة. يلا بسرعة، هات باب التيمم بسرعة. لا خلاص انت هتكتب عليه باب التيمم خلاص. التيمم بيتكلم عنه من كذا زاوية، الزاوية الأولى من شروط صحته. واحد، لكي يكون التيمم صحيحا لا بد ان يكون بعد دخول وقت الصلاه. يبقى ما يصحش ان تتيمم قبل دخول وقت الصلاه. بعد دخول الوقت. الشرط الاول من شروط صحه التيمم ان يقع او ان يكون منك التيمم بعد دخول وقت الصلاه. ان كان لفرض. إن كنت تتيمم لفرض أو لنفل مؤقت. ما هذا الكلام؟ يعني الذي تتيمم له فرض، وأنت عارف إن الفرض علشان يكون صحيح لابد أن يقع في وقته. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. إذا ما تتيممش للظهر الساعة 11، تتيمم الساعة 12 إلا خمس أو إلا 21 أو إلا 19 حسب الوقت الذي ينادى فيه لصلاة الظهر. هتصلي نافلة لها وقت زي الضحى، يبقى تراعي أن يكون التيمم في وقت الضحى وقبيل أدائك لها. هذا معنى الكلام. بل يجب نقل التراب في الوقت، التراب اللي انت هتتيمم منه ما تنقلوش قبل دخول الوقت، ولكن ينقل بعد دخول الوقت. حكم شرعي. فلو تيمم شاكا في الوقت، يعني انت تيممت على ظن منك ان وقت الظهر دخل، شككت انه دخل فتيممت مش تيقنت. لو تيقنت انتهت العمليه وكان تيممك صحيح، وده اللي موافق للشرع مش كده؟ لما انت شاك في دخول الوقت فتيممت لانك حكمت بدخوله على سبيل الشك والظن والتخمين. كان تيممك باطلا ولو بان انك تيممت بعد دخول الوقت. وده له نظير في الشريعه الاسلاميه. له نظير في الشريعه الاسلاميه. ايه النظير؟ لما سيدنا النبي يقسم القضاه الى ثلاثه اقسام، ويجعل قسم واحد في الجنه وقسمين اثنين في النار، واحد القسمين اللذين في النار رجل قضى للناس على جهل. يقول اهل العلم حتى ولو بان قضاؤه موافقا للحق والصواب،
برضه من أهل النار، لأن موافقة للحق والصواب ليس عن بينة وإنما عن مصادفة، وإنما عن مصادفة. نقرأ ثاني. فلو تيمم شاكا، وشك منصوب على الحالية، حالة كونه شاكا. ولو تيمم، فلو تيمم شاكا، وصاحب الحال اللي هو المتيمم كده. فلو تيمم شاكا في الوقت، وحالتك لا تسره انسانا. الشيخ بيهرج معاكم، انا بقول لك حال، وحالك لا يسر انسانا، حالك رديء وليس حال جيد. انما ما بتكلمش عن حالك انت، انا بتكلم عن الحال في النحو بس كده. الحال فضله منتصر مذهل في حال كفرت الازهب، ده سيدنا الامام مالك بس كده. فلو تامم شاكا في الوقت لم يصح، وان صابها وإن صادف تيممه بعد دخول الإيه؟ الوقت. طيب، ولو تيمم لفائتة ضحوة، لفائتة ضحوة دي صفة مين؟ ولا حال إيه؟ للتيمم، حال تيممه كانت الضحوة، يعني في وقت الضحى، فلم يصلي فائتة حتى حضر في الظهر، فله أن يصليها به أو فائتة أخرى. ماشي يلا. نمرة 2 من شروط صحة التيمم أن يكون بتراب طاهر خالص مطلق له غبار، ولو بغبار رمل، لا رمل متمحض، يعني في رمل متمحض أن له رمل، وفي رمل مختلط بغبار، اختلط به غبار، فيصح أن تضرب الرمل المختلط به الغبار وتتيمم. إنما الرمل لو ضربته مش هيطلع منه غبار، لأنه رمل خالص ما يصحش. ولا بتراب مختلط بدقيق ونحوه، ولا بجص وسحاقة خزف، خزف قال خزف أهو اتكسر الطبر ده، اتكسر. الشيخ تعصب على واحد منكم فرماه بالطبر ده فاتكسر من إرب الإرب. فأنت جمعت هذه السحاقة، هذه الفتفيت، هذا التكسير، وضربت عليه وتيممت، برضه ما ينفعش. قال إيه من ثاني؟ ولا وسحاقة غزر. وآخر حاجة تيممت بتراب مستعمل، يعني تراب تيمم به غيرك ما يصحش. والتراب المستعمل هو الذي لا يزال على العضو أو تناثر عن العضو. نمرة 3، عشان التيمم يكون صحيح لا بد أن تكون عاجزا عن استعمال الماء. إنما إذا كنت قادرا على استعماله وتيممت جاء تيممك باطلا، أو جاء تيممك باطل صح. إمتى تكون عاجز؟ لسه الأول. ويكون يعني التيمم، اسم يكون من كان التيمم، ويكون التيمم، وعن الأحداث جار ومجرور في محل نصب خبر يكون، ولكن ويكون التيمم عن الأحداث كلها، يعني كما يرفع التيمم الحدث الأصغر يرفع الحدث الأكبر، بخلاف ما درسنا المسعى الخفي، إن لا يكون إلا في الحدث الأصغر، إنما الحدث الأكبر ما ينفعش تمسح به على الخفين، إنما تنزعهما وتغسلهما كسائر البدن بالماء، هذا معنى ويكون عن الأحداث كلها. طيب، ما الذي يستبيحه المحدث حدثا أكبر بالتيمم ويستبيح به الجرم والحائض ما يستبيحان بالغسل؟ يعني حل لهما قراءة القرآن، اللبس في المسجد، الصلاة، الذكر، أي شيء
كان محرما عليهما قبل التيمم أصبح محلا لهما بعد انتهاء التيمم. ماشي؟ يبقى التيمم يترتب عليه في الحدث الأكبر ما يترتب على الغسل. الغسل يترتب عليه حل ما كان ممنوعا منه ويحدث حدث أكبر. كذلك التيمم يترتب عليه حل ما كان ممنوعا منه أن يحدث حدثا أكبر وأصبح طاهرا عن طريق التيمم. ويستبيح به الجنب والحائض ما يستبيحان بالغسل فإن أحدث بعده بعد التيمم يعني حرم عليهما ما يحرم من حدث الأصغر. وهنا المعنى أحدث ما جاتش فإن أجنبا، يعني حصل منهما بعد التيمم للحدث الأكبر ناقض من نواقض الوضوء وجب عليهما التيمم. لا استنى ده خلاص وجب عليهما التيمم للحدث الأصغر، لكن أحدث بعد التيمم عن الحدث الأكبر حدث الأصغر يبقى حرم عليهما الأشياء التي تحرم على المحدث حدثا أصغر، لأن حدثهما الأكبر ارتفع بالوضوء. فإن أحدث بعده حرم عليهما ما يحرم من حدث الأصغر. إيه أسباب العجز عن استعمال الماء؟ إحنا خدنا شروط صحة التيمم: واحد، أن يكون بعد الوقت. اثنين، أن يكون بتراب طاهر خالص مطلق لا غبار. ثلاثة، أن يكون المتيمم عاجزا عن مش كده خدنا؟ عاجزا عن استعمال الماء. طيب متى يكون عاجزا عن استعمال الماء؟ غلب في حالات: واحد، أو في أسباب، أن يفقد الماء فقدا حقيقيا. تعالوا نتكلم عن فقد الماء فقدا حقيقيا وماذا يجب على الفاقد حينئذ. أحدها فقد الماء، فإن تيقن فاقد الماء عدم الماء تيمم بلا طلب للماء، لأن طلب عبث والشرع لا يكلف أتباعه بتحصيل حاصل. فأنت متى تتيمم بدون أن تطلب الماء؟ معنى تطلب يعني تبحث عن الماء. إذا كنت متيقنا من أن الماء مفقود ولا يجدي معه البحث عنه، وبحثك يجعلك ترجع معه بخف حنين. هذا معنى كلام الشيخنا ابن النقيب. أحدها فقد الماء، فإن تيقن عدمه تيمم بلا طلب. طيب الحالة الثانية، توهم وجود الماء، توهم حصل عنده وهم، وبل ربما يوجد الماء. إذا كان متوهما وجود الماء الذي فقده يبقى لا يتيمم مباشرة إلا بعد البحث عن الماء وطلب الماء. فإن توهم وجوده وجب طلبه. يطلب منين؟ لأنه رحله عن الأمتعة بتاعته، لعل في رحله في أمتعته زجاجة ماء قد نسيها أو قد غفل عنها أو قد أظنها. دور في رحله ما لقاش، لم يجد. يبقى يسأل إخوانه في السفر: عندكم ماء؟ فإن أجابوه وأعطوه الماء بلا تفضل وبلا ثمن وجب الماء، وجب الوضوء وامتنع الثياب. حتى يستوعبهم، يعني يغلب على ظنه إن سؤال الماء قد وصل إلى الجميع، قد استوعب الجميع بالسؤال. هذا معنى حتى يستوعبهم، أو لا يبقى من الوقت إلا ما يسع الصلاة. لا يبقى من الوقت إلا ما يسع الصلاة، يبقى يتيمم عنه.
ولا يجب الطلب من كل واحد بعينه. مش لازم يعني يا فلان يا فلان، لا، نداء عام، نداء عام يصل الى الجميع. من كان عنده ماء فليجد به عليه. من ينادي او من معه ماء ولو بالسم، ثم ينظر، خلاص نادى وطلب الماء من رفقته ومن رحله واستوعبهم اذا كان الوقت يسمح بالاستيعاب، او ما يسمحش لانه لا يبقى من الوقت الا ما يسع الصلاه. هذه معنى الكلام اللي معنى جديد جاءه، يبقى يحظر حواليه يمنة ويسرة واماما وخلفا لعله يجد خضره على مسافه قريبه. معنى يجد خضره يعني خضره لا تنبت الا في الماء. ولا وثم ينظر حواليه ان كان في ارض مستويه ما فيش فيها ارتفاعات، والا تردد. الارض مش مستويه يعني تردد، راح وجه، ها، ذهب بنفسه وسعى بقدمه. هذه المسافه، ايه المسافه التي يجب ان يسعاها في طلب الماء؟ الى حد الغوث. يعني ايه معنى حد الغوث؟ يعني لو طلبه مؤذن او قصده سبع دار ونادى باعلى صوته على جماعه على مقربه منه مستغيثا بهم وصل صوته اليه، يبقى يجب عليه ان يسعى الى هذا القطر الذي يصل اليه صوته الى هذا المكان اذا استغاث عند نزول خطر به. من ثاني ثم ينظر حواليه ان كان اللي هنا على يساري معايا ولا مش معايا. بنأسف لكم لان دول خدوا كل وجه الشيخ، وانت عاوزين تشوف وجهك ده مش عاوز ده. الله يفتح عليك. الله. ثم ينظر حواليه ان كان على ارض او ان كان في ارض مستويه والا تردد الى حد الغوث. بيعرفك حد الغوث اهو. وبحيث ما لو استغاث برفقته مع اشتغالهم باقوالهم، يعني مع الصوارف والعوارض. الله، مع الصوارف والعوارض وصل الصوت اليهم، اقتحم عليهم اذانهم. مع اشتغالهم باقوالهم او باشغالهم لا اغاثوه. وامتى يفعل ذلك ويتردد ويذهب الى حد الغوث؟ إن لم يخف ضررا على نفس أو مال. ضررا على نفس، يفرض لو مشي إلى حد الغوث وجد هناك سبع فالتخر وكلب ومشي، يبقى ما يروحش يتيمم. محل تردده إلى حد الغوث إن لم يخف ضرر نفس أو مال. هيروح بدبته، ولو راحت دبته السمع سيأخذ الدبة ويتفضل عليه ويتركه ويقول له العماشي ارجع ماشي كما كنت. أو مال، أو صعد جبلا صغيرا قريبا، لا مانع أن يصعد جبلا وقيد الجبل وجوب الصعود بكونه جبل صغير مش يناطح السحاب ومسافته بعيدة. و الأمر الثاني علشان يصعد الجبل شرعا أن يكون الجبل على مقربة منه، يعني إلى حد الغوث، لأنه ربما يرى في أعلى الجبل ماء أو يرى خضرة فيلتمس الماء هناك. ويجب أن يقع الطلب بعد دخول الوقت، هو يتكلم عنها في أن يكون التيمم أن يقع بعد دخول الوقت. إحنا قرينا الكلام ده، قال لي يا سيدي الله يفتح عليكم. احنا قرينا الكلام ده في اول شرط مشروط التيمم. بقول هات كده محلها يقع بعد دخول الوقت ان كان للمحرم او للعجز. بل يجب نقل التراب في الوقت. فلو كان لحد يقول لك قرناها نقل التراب. التراب والتيمم. ها؟ اول شرط العجز هنا. يلا قولوا.
شروط التيمم ثلاثة. ها؟ عهدها أن يقع بعد دخول الوقت. إن كان بفرض. اسكت يا بنت. اسكت يا بنت مش فاهم. تعالوا اسكتوا وخلاص. أيا كان سواء كان مضى أو ما مضاش خلينا في اللي قدامنا. هل في اللي أمامنا الآن. ويجب أن يقع الطلب بعد دخول الوقت، فإن طلب فلم يجده، يعني طلب الماء فلم يجد الماء، وتيمم ومكث موضعه وأراد فرضا آخر، يعني طلب الماء في هذا المكان فلم يجده، فتيمم بعد أن أيس وجود الماء وصلى الوقت الذي تيمم له، ولا يزال ثاويا أو قائما في مكانه، فنودي عليه لوقت فريضة أخرى. السؤال: هل يجب أن يطلب الماء عشان يتيمم للفريضة الجديدة، ولا يكفيه طلبه للماء الفرض السابق؟ يكفيه طلبه عن الطلب اللاحق، يكفي الطلب السابق عن الطلب اللاحق ولا لا يكفيه؟ نبرح نشوف بحث عنه، نشوف بس الكلام فين، وانت ما تحكمش، احنا بس بنفهم فرض المسألة ونقرا الحكم على لسان شيخنا. يبقى قال لك فإن طلب فلم يجده وتيمم ومكث موضعه، ويعني وصلى يعني، وتيمم وصلى في الكلام هنا حذف، فلم يجده وتيمم وصلى، وبعد ما صلى مكث موضعه، ظل مقيما في موضعه، وأراد فرضا آخر، فإن لم يحدث ما يوهم ماء، يعني الظروف ما اتغيرتش، ما فيش جديد حصل، يبقى كفاه البحث السابق وتيمم مباشرة للفرض اللاحق بلا طلب للماء مرة أخرى. أما إذا حصل في الأمر جديد وجاء رفقة جديدة إلى هذا المكان سأله، هيشوف هيقول لك هو جاء السحابة إلى هذا المكان، لعل الصحابة التي أظلت هذا المكان ألقت مطرها في مكان آخر ثم تجمعت وسارت إليه، وكان هذا المكان قريبا ما افترضت، يبقى سحابة رؤيتك للسحابة في وقت الظهر ولم في وقت العصر ولم تكن موجودة في وقت الظهر لسبب يجعلك تتوهم وجود الماء عند العصر، فيوجب عليك طلب الماء قبل أن تتيمم. نحن خلي معنى لشيخنا، لأن شيخنا بيعبر أكثر منا وإحنا بنضاع المعنى لما بنعبر من عند أنفسنا. طيب الوقت بيقول أيوه يعني يخرب عقلك، أنا بضاع المعنى أنا. تخل له يا أخي. أنا بقول توضوعا عن نفسي، بقول تخل. طيب. يعني وعليك يا سيدي، أنت سيدي بص لي هنا بعرض عني ليه؟ قلت أنا في حرج من الإعراض عنك. لا تستدبرني أيها الحبيب. فإن طلب فلم يجده وتيمم ومكث موضعه وأراد فرضا آخر، فإن لم يحدث ما يوهم ماء وكان تلقن العدم بالطلب الأول تيمم بلا طلب. ده كلام واضح، وأي كلام بعده سيغمضه يعني سيجعله غامضا. كده تيمم بلا طلب، وإن لم يتيقنها فتيقنش عدم الماء بناء على الطلب الأول، أو حدث سابقا أو حدث لاحقا ما يوجد معه ما يوهم وجود الماء، وضرب أمثلة كسحاب وركب قدم عليه ركب في صلاة العصر وجب الطلب الآن إلا من رحله، لأنه طلب من رحله في الظهر، فطلب ثاني من رحله عبس. يلا، وإن تيقن وجود الماء على مسافة يتردد إليها المسافر للاحتطام والاحتشاش وهي فوق حد الغرز.
لو قالوا في عندنا حد القرب وحد البعد. حد القرب ده هو حد الغوص، حد البعد ما زاد عن حد الغوص. وان تيقن وجود الماء على مسافه يترتب اليها المسافر من الاحتقاب والاحتشاش وهي فوق حد الغوص، او علم انه يصله الماء بحفر قريب وجب قصده، قصد الماء ان لم يخف ضررا، وان كان فوق ذلك يعني فوق المسافه التي يتردد اليها المسافر يبقى فله التيمم بلا قلق. طيب ايهما افضل، الصلاه اول الوقت بالتيمم او انتظار اخر الوقت حتى يجد الماء فيصليها بوضوء؟ سنجيب شيخنا على هذا الكلام. وان ولكن ان تيقن، نشوف هو متيقن لو انتظر اخر الوقت ياتيه الماء ولا متوهم انه لو انتظر اخر الوقت سياتيه الماء؟ صح كده؟ ان كان متيقنا انه لو صبر اخر الوقت سياتيه الماء يبقى كان تاخير الصلاه واداؤها بوضوء اولى من المبادرة بصلاتها بتيمم أول الوقت. تفهم؟ وإن كان هذا إذا كان يتيقن، وإن كان متوهما يبقى صلاتها أول الوقت متعجلا بها بالتيمم أولى. لأن في الحالة دي ربما يأتيه الماء وربما لا يأتي، فمش يستفيد إلا تأخير الوقت. إنما هو هناك استفاد الوضوء بتأخير الوقت وأدى الصلاة بطهارة أصيلة وليس بطهارة ضعيفة، بطهارة قوية وليس بطهارة ضعيفة، لأن أهل العلم يقولون إن التيمم طهارة ترابية ضعيفة. ورأي تاني من أهل العلم ضعفها، جاء القرآن بها وجاء سنة النبي بها، قال الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين فسماه طهور، كما قالوا أنزلنا من السماء ماء طهورا، إذا طهور طهور متساويان وكان قويين ليس أحدهما قويا ولا أحدهما ضعيف. وده رأي راجع في الفقه الإسلامي، ومن ثم لا يوجب التيمم لكل وقت، وإنما زي الوضوء لا يوجب الوضوء إلا عند انتقاضه، فإذا لم ينتقض صلى به الصلاة اللاحقة. كذلك التيمم لا يجب إلا إذا انتقضت الطهارة اللي ارتفعت بالتراب، فإذا لم تنتقض صلى الصلاة اللاحقة بتيمم الصلاة السابقة. ده رأي موجود ومبسوط في كتب الفقه الإسلامي، لكن الشافعية على أن التيمم طهارة ترابية ضعيفة، ومن ثم أوجبوا التيمم لكل وقت وإن لم تنتقض الطهارة السابقة. نقرأ الصورة يلا. ولكن إن تيقن أنه لو صبر إلى آخر الوقت وجده يعني وجد الماء فانتظاره انتظار الماء ولضبه افضل واداء صلاه الوضوء. وان ظن غير ذلك، ظن غير ذلك يعني قد يجد او لا يجد، ان تيقن لو صبر وجد الماء، ظن غير ذلك لو تيقن لو صبر الى اخر الوقت لم يتيقن وجود الماء، ظن وجود الماء يبقى كان الافضل ان يصلي الصلاه لوقتها بعد ان يتيمم لها. ولو وهبه انسان ماء او اقربه اياه او اعاره اسباب الماء او اسباب وجود الماء زي اعار الدلو عشان يجيب به الماء من اعماق البئر، ما كانش مع المتيمم دلو او حبل الدلو،
فأعاره الآخر حبل الدلو إن كان معه دلو رسمه حبل، أو أعاره الدلو والحبل إن لم يكن معه شيء من هذا بالمرض. أعار وهب أقرب، وهب تبرع أقرب معوضة، وهبه إنسان ما تبرع أقربه معاوضة، أعاره تبرع كده. طيب، وإن وجد الماء والدلو هو لسه فيه، ولو وهبه إنسان ماء لسه إحنا لخبطنا لأن ما جبناش جواب الشرط، لم نقرأ جواب الشرط. الغمام اللي عند الدار ضيعت جواب الشرط، لكنها أزيلت الآن، الغبار أزيل الآن وأصبحت نظارة بيضاء للناظرين. من ثم ولو وهبه ولو حرف شرط غير جازم، وهبه فعل الماض فعل الشرط، إنسان ماء أو أقرره إياه أو أعاره دلوا، جواب الشرط لزمه القبول. انت وضعت ايدك عشان كده تفسير الشيخ صح على النفس، ليس بحاجات الى تصحيحك انت، بعد يصحح بنفسه فانه امين عليك. اسكت يا ولد. ولو وهبه انسان ماء او اقربه اياه او اعاره دلوا لزمه القبول، يعني وهبه او اعاره العين، العين للصوره الاولى وجب قبول هذه العين. طب اعاره او اقربه ثمن هذه العين لم يلزمه القبول. لما في اعاره القيمه من منا، انما العين ارايت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين. يعني احنا صلاه العصر يبقى ويل لنا، واللي ما صلاش ملوش ويل؟ لا لا لا، فويل عشان كده، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. لما جاره تسال جارتها عيدا لتقضي به مصلحة فتعرف عند الجيران إعارة هذه الأعيان، والذي تعارف عند الجيران إعارة قيمة هذه الأعيان. عرفت الفرق بين الاثنين؟ يبقى إعارة العين أو إخراج العين جائز لجريان العرف بذلك. أنت لما تقول لي الكتاب ده قيس وطبع الدين أعرني إياه أسبوعا، خلاف ما تقول لي اعطني ثمنا لاشتري به اعرني ثمن هذا الكتاب. العاده جاريه انك اعطيك هذا الكتاب، انما مش جاريه انني اعيرك ثمن هذا الكتاب. وان وجد الماء والدلو يباعان بثمن مثله، ايه ثمن المثل؟ عرفه، هو ثمنه في ذلك الموضع وذلك الوقت. يعني يدخل في حساب ثمن المثل في المكان والزمان، لأن الأسعار في جنون على الدوام، فسعر اليوم ليس بلازم أن يكون سعر غد، وسعر الأمس ليس بلازم أن يكون سعر اليوم، مش كده مولانا؟ في ذلك الوقت، وسعر المية في الحضر ليس كسعرها في السفر. هي متوفرة في الحضر فسعرها قليل، إنما نادرة في الحضر. زجاجة المياه المعدنية اللي في الحضر ب 3 جنيه هتكون في السفر ب 10، فيراعى هذا المكان. يبقى لو اداله ب 10 والأسعار السائدة في هذا المكان ب 10، يبقى كان ذلك ثمنا لمين؟ للمثل وليس ثمنا مغالا فيه. يلا عشان هذا الوقت ماشي وعايزين نقرا شويه. وان وجد الماء والدم يباعان بالثمن المسموح وثمنه في ذلك الموضع وذلك الوقت لزمه شراؤه. بس ان وجد ثمنه وكان ثمنه او كان ثمنه فاضلا عن دين
ولو كان الدين مؤجلا. ما كانش فضل عن دينه الدين مؤجل، يعني مش شرطه من الان ما يبدلش المال اللي عنده وعليه دين ولو كان مؤجلا. الله، ولو كان مؤجلا، لان حق العباد مقدم على حق رب العباد. حق العباد مقدم على حق رب العباد، فذابك للدين واجراء ذمتك منه اولى من ان تصلي دونه. ربنا يقول لك صل بتيمم وساقبل منك هذا الصلاه، هذه الصلاه فان كنت فيها خاشعا، لكن ما الشعف عنك ان لم تبرئ ذمتك من قضاء الدين الذي عليك. فهمت المعنى ده؟ ولو كان مؤجلا ولو ومؤنة سفره، كان برضه الثمن اللي اشتروا به الميه او وصلة الميه كان فاضل عن نفقات رجوعه ذهابا او سفره ذهابا ورجوعا، فان امتنع من يبيعه وكان الممتنع مستغن عن المال الذي طلبه الاخر للبيع، فهل ياخذه منه بالقوه ولا لا ياخذه منه بالقوه؟ يفرق من امرين، انت تاخذ بالقوه عشان تتربى ولا تاخذ بالقوه عشان تدفع به ظمأ عندك لتعود بعده ريانا بعد ان كنت رمانا. يقول لك اخذ بالقوه عشان اتربى، نقول له ربنا غني عن هذا الوضوء وعن الصلاه بهذا الوضوء، ولا تروع صاحب الماء ولا تغتصب الأموال من أصحابها ولا تأكل أموال الناس بالباطل حتى لو كان أكلها لإقامة شرع الله. ده يمشي في قاعدة حقوق العباد مقدمة على حقوق رب العباد عند التعارض. مرة ثانية، فإن امتنع من بيعه، امتنع من عنده الماء من بيع الماء وهو مستغن عنه، إنما مش مستغن، عاوز هو أولى، صاحب الشيء أولى به، ابدأ بنفسك سلم وتعول كده. فإن امتنع من بيعه مستغن عنه لم يأخذه غصبا إلا بعطش زي ما قلنا، ولو وجد بعض ماء لا يكفيه طهارته يبقى استعمله فيما يستوعب الأعضاء من هذا الماء ويتيمم بعد ذلك فيما عجز فيما نفذ عنه الماء من اعضاء الجروح وتيممه في الوجه واليدين. قد مع المعنى ولو وجد بعض ماء، وجدت بعض ماء لتغسل به وجهك واحدى يديك، يبقى غسلت بهذا الماء وجهك واحدى يديك، طب لسه اليد الثانيه ولسه الراس ما مسحتهاش ولسه القدمين، تعمل ايه؟ تتيمم على الوجه وعلى اليدين. هذه العبارة أو المعنى اللي بنقرأه الآن. ولو وجد بعض ماء لا يكفي طهارته، يعني لا يكفي إزالته، لا يكفي إسالته على أعضاء الوضوء الأربعة، لزمه استعماله ثم تيمم للباقي فليحدثه يطهر وجهه. طيب لا هتستعمل الميه في اي عضو من اعضاء الوضوء؟ الميه اللي عندك ما يكفيش لاعضاء الوضوء الاربعه، قلنا تستعمله في بعض الاعضاء. ايه الاعضاء اللي هستعمله لها؟ هي التي ذكرت اولا في ايه الوضوء، فاغسلوا وجوهكم، يبقى تغسل وجهك الاول بهذا الماء، غسلت وجهك وبقي البقيه، تغسل يديك، تغسل ايه؟ مش تغسل قدميك الاول وبعدين تتيمم عن الاعضاء الاخرى، يعني معنى فالمحدث يطهر وجهه ثم يديه على الترتيب، والجنب يبدا بما شاء، يبدا بهذا الماء. وايه الكتاب بيفترض ايه؟ بيفترض فرضين، انك محدث حدث اصغر وعاوز توضا، الماء اللي عندك ما يكفيش لرفع الحدث الاصغر كله، انما يكفي لرفعه عن بعض اعضاء الوضوء، ارفعه عن بعض اعضاء الوضوء. ايه الاعضاء اللي ترفعه عنها بالماء؟ وايه
والاعضاء اللي ما تستعملش فيها الماء قال في الوضوء تراعي الترتيب. في الوضوء تراعي الترتيب. الله يفتح عليكم. وفي الغسل تبدا بما شاء. ومن المستحب ان تبدا باستعمال الماء باعالي بدنك. لعله بدنك. نمرة ثلاثة من أسباب العجز. نمرة اثنين من أسباب العجز خوف عطش نفسه. يعني معاه مية وكان القدر قليل. فلو استعمله في الوضوء هيعطش. مش لازم يكون العطش آني أو حالي. وإنما يستوي فيه أن يكون آني أو مآلي. أو متوقع أو مستقبلي. يا سلام على فضل الله على العباد. حقا إن الله بالناس لرؤوف رحيم. فلسه الآن مش عطشان بس يتوقع أن تقول أن يحدث لك ظمأ. والمية معاك صغيرة لو تضبها هتنفد ولو عطشت بعد ذلك لا تجد ما ترد به الظمأ. ولا تحتفظ بهذا القدر من الماء. ونقبل صلاتك منك بتيمم. يا ريت ذلك معي. ولا ترقب ان اليس هذا شرعا كله عدل؟ ايسوغ للناس ان يعدلوا عنه الى غيره؟ وان يطلبوا من الاديان غيره؟ وقد قال الله عز وجل ان الدين عند الله الاسلام. وقد قال الله عز وجل من يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. شوف عظمة الإسلام. خوف عطش نفسه. مش نفسه بس. ده لو خوف عطش أحد رفقائه في الطريق. ومش النفس الآدمية فقط. خوف عطش حيوان معه. ولو كان العطش كما قلنا متوقعا في المآلي ولا في المستقبل. ويحرم الوضوء حينئذ. ياه الوضوء اللي هو الواجب اللي هو الذي لا تصح الصلاة إلا به يصير حينئذ حراما. سبحانك ربي ما أرأفك. سبحانك ربي ما أرحمك. سبحانك ربي ما ألطفك. ويحرم الوضوء حينئذ فيتزود. يعني يتزود بالماء. يخلي الماء معه زاد لرفقته وللحيوان الذي معه في القافلة. ويتيمم ولا يعيد. ويتيمم بالإعادة. الثالث من أسباب العجز عن استعمال الماء مرض. يخاف لو استعمل الماء مع هذا المرض أن تتلف نفسه تلفا كليا أو يتلف منه تلف جزئي. مش كده؟ أو العضو مش هيتلف ستذهب منفعة العضو. أو هو مش مريض الآن لكن يخشى في المستقبل لو استعمل الماء يحدث له مرض أو حدوثه مرض عندك في الكتاب. أو هو كان مريض مرض متوقع لو استعمل الماء سيزيد المرض أو زيادة مرض. أو كان مريض ولو استعمل الماء وكان الشفاء قريب سيترتب على استعمال الماء في الوضوء بعد أو طول أمد الشفاء وتأخير مدة البرد.